أتمنى أن نحتفل بها في ذكرى العشرين والثلاثين والأربعين. قارة بلقيس دخلت اليوم إلى كل بيت وإلى كل حارة. أتمنى من قناة بلقيس أن تظل منبر إعلامي حر يخدم الحقيقة ويوصل لقناة بلقيس. أنا أقول أنها قناة الإنسانية في اليمن، قناة الإنسان اليمني بكل ما تعني هذه الكلمة. أعطتنا من قناة بلقيس مقدار محترم جدا من الحيادية، من مخاطبة عقل المواطن وكأنه إنسان واعي. نموذج لقناة مهنية، قناة محايدة. حوت الكثير من التنوع وأثارت الكثير من القضايا وقدمت نقاشات مثمرة. صراحة قناة مميزة، كما قلت شهادتي مجروحة فيها، تنقل الأخبار أول بأول، ودائما طبعا نحن من الناس المتابعين لهذه القناة. قد شكلت هذه القناة يعني محطة لا بأس بها في نقل كثير من القضايا المتعلقة بالشأن العام. قناة بلقيس لها دور ريادي دون غيرها، فهذا الأشياء فهذه الأشياء تميز عن قناة بلقيس عن غيرها. نحن نتمنى التوفيق لقناة بلقيس، ونحن نعتقد أنها عندها من الكادر القادر على جعلها قناة رائدة في الساحة الإعلامية اليمنية.